ازيكم يا جيش برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. انا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. انا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الجدي الخميس 6 مايو 2021. توتر ملحوظ في العمل ولكن دون سبب، وهذا ما يقلقك. أفراد الأسرة مشغولين اليوم ببعض المشاكل التي لم يجدوا لها حلا حتى الآن. ستحاول أن تساعدهم بأي طريقة كالعادة، ولكن لن تنجح. لا داعي للغضب إن لم يستجيبوا لك. عطفا، التجريب هو الكلمة لهذا اليوم. يمكنك أن تسأل وتسمح لنفسك أن تفعل أغرب الأشياء من أي وقت مضى، ولكن لا تعاند من دون سبب حقيقي، ولا تصدق الأوهام والواهمين لئلا توقع نفسك في مشكلات مع الحبيب. مهنيا، طاقة جديدة في برجك تشعر بالحيوية، وهذا يدل على الأمور في مكان ما تتحرك في اتجاه إيجابي، ولكن كل هذه الحماسة لا تتجاهل صحتك، فالعقل السليم في الجسم السليم. صحيا، تحتاج إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حول صحة أطفال من حولك، وقد يكون أطفالك أو أطفال تهتم لأمرهم. توقعات برج الجدي للرجل: لا تشارك سرا مع صديق مقرب. عليك أن تكون تشرق حالتك مجددا وتعيش أجواء جميلة من الأقدم والمغامرة، وخوض مجال جديد تثبت فيه براعتك وتفوقك. أنت معطاء وخدوم ولديك فرص أمامك كثيرة، لذا لا تيأس وتشجع. توقعات برج الجدي للمرأة: لا داعي للتسرع للوصول إلى النتائج، كل شيء يأخذ وقتا طويلا خاصة في البدايات. كوني أكثر صبرا وتأكدي أن من كل شيء تفكرين فيه وتحتسبينه وتحلمين به قابل للتحقيق، ولكن ليس بالعشية وضحاها. الأحلام تحتاج إلى وقت ومثابرة وجهد كبير. عليك أن تبدأي بخطوات صغيرة تكبر بعد ذلك. فقد لا تفقدي أبدا الثقة. عاطفيا، للمتزوجة: لا توجد علاقة عاطفية تخلو من المشاكل. من أخبرك بذلك كاذب أو متفاخر، ومع ذلك كل مشكلة لها حل. عليك فقط الوصول إلى نقطة تفاهم مع شريكك.